انا هشتري المحل كله، والتمن اللي انت عايزاه هديهولك واريحك. انا بقى ما ببيعش ورثي. ما يخصنيش، انا اشتريته وخلاص. يا عم يا عم، هتعمل ايه بربع الدكان؟ هفرش فيه حته كده صغيره واحط الشيشه والشاي واتمزج. يا معلم فرغالي عيب، احنا جيران. شوف انت دفعت كام لسي سمير وانا هديهم لك، ويا دار ما دخلك شر. انت مش واخده بالك يا حلوه، اختك اللي جنبك دي متفقه مع سمير على بيع المحل ويتقاسموا سوا. اساليها. نوجا مين اللي اتقاسم مين يا راجل يا كذاب يا ابن الكذاب؟ بقول لك ايه؟ نوجا ما تبيعش اخواتها ولو بالدم، اللي انت بتقوله ده ما حصلش. بس يا دي انت هو قال.